تمام ماشي. رد يا ام ساجده. الو الو، صباح الفل يا ام ساجده. صباح الهنا عليك. اتفضلي. عايزه اسال الدكتوره هنا عشان يا سامعاك. اتفضلي. ازيك يا ام ساجده؟ اتفضلي. انا دلوقتي ازيك يا دكتوره عامله ايه؟ انا دلوقتي سامعينك يا ام ساجده. اتفضلي يا ام ساجده. ايوه انا مع حضرتك. سامعينك. اتفضلي. جوزي الشهيد مفتوحة جدا، الكوليسترول عالي في الدم، ومهما ياخد أدوية بيتخن، برضه بيتخن على بق المية تقريبا يعني. انتي علي صوتك شوية يا مساجدة. بتقولك جوزها شهيته مفتوحة جدا، عنده شهية عالية من أقل حاجة، حتى لو شرب بق مية. تمام. في ناس مجرد ما تاكل بس أي أبسط حاجة أو أقل حاجة يحصل عندها زيادة وزن. أيوة يعني هو ده مش ملهاش علاقه بان هي شهيتها مفتوحه او حاجه. عشان كده يا ام ساجده انا قلت لك اقراص الاناسيليوم. اقراص الاناسيليوم دي فيها قشور السيليوم، الالياف اللي بتنزل المعده وبتعمل زي كتله جيلاتينيه بتملى المعده على المدى البعيد من 6 ل 8 ساعات. تمام. فبالتالي كده هو عنده الحرق واقف، لان هي بتقول لك بيزيد كمان من اقل حاجه. عنده زياده في الوزن من خلال اي حاجه بسيطه يا شيف بياكلها، حتى لو شرب ميه، حتى لو شرب زياده وزن. فهو الحل هنا في كرسي الاناسيليوم ان هو هيسد لها الشهيه. تمام. وهيعلي معايا معدل الحرق، وهينزل الدهون المتراكمه، لان هو اكيد عنده دهون متراكمه في الجسم، هينزل الدهون المتراكمه في الاماكن. تقول لك عنده هو وزنه قد ايه؟ وزنه يعني فوق ال 150 يعني. 150 وزنه عالي جدا. هو كده هيحتاج كورس لثلاث شهور، وهيكمل كمان معانا رحله مع الكورس. تمام. هم يقدروا برضو يعني ما فيش اي ضرر ان انت تكملي الكورس ده معانا، عشان في ناس برضو يا شيف بتبقى قلقانه من نقطه ان انا هل لما اخد الكورس ده هيبقى في ضرر عليا وعلى صحتي ان انا افضل مستمره بيه. لا، ما فيش اي ضرر، لان هو مستخلص من الياف طبيعيه. فبالتالي هو كده هياخد كورس لثلاث شهور، هينزل معايا من 30 ل 35 كيلو، هيفقد فيها دهون وميه، هينزل الدهون المتراكمه عنده في البطن سواء الارداف او الدراعات من فوق، وكمان هينشط عنده الطاقه. الكورس ده مش بس بيخلي فيه خمول او فيه عندي ارق، لا، هو هيعلي له معدل الحرق، وكمان هيبقى فيه عنده نشاط وفيه عنده طاقه. طب الناس اللي شايفانا دلوقتي عايز اسال، من سن كام ينفع ياخدوا الكورس ده؟ من 12 سنه ل 85 سنه. من 12 سنه يا جماعه ل 85. من 12 سنه ل 85 سنه. الناس تقدر تستفاد بالعرض، ويتصلوا من خلال الارقام اللي على الشاشه والبيج وان دايت بالعربي وبالانجلش، ويلحقوا الخصومات، لان الخصومات دي الاول 150 متصل. طيب. يا شيف دلوقتي دلوقتي الناس بتبعتوا دكتور يتابع معاهم بالتليفون، ولا بتبيعوا المنتج وخلاص؟ لا، مش بس بديك المنتج واسيبك. لا، هي في فريق طبي مختص، دكاتره مختصين بيتابعوا معاكم من خلال الموبايل او الواتساب 24 ساعه. وكمان في البيج وان دايت اللي معروضه، وان دايت بالعربي وبالانجليش، هيقدروا ان هم برضو يطلبوا من خلالها الكورس ويستفادوا بالعرض او يستفادوا بالخصم. طب بيدفعوا حق المتابعه دي؟ المتابعه مجانا والشحن مجانا لحد البيت، برضو الاول 150 متصل. كده احنا معانا عرض الشهرين وعرض الثلاث شهور. عرض الشهرين ده لاصحاب الاوزان المتوسطه 70 كيلو 80 كيلو، الناس اللي بتبقى وزنها متوسط. الكورس ده معاه هديتين، كريم لشد الترهلات وحرق الدهون. انا حليت اول مشكله، مشكله الشراهه، الجوع والشبع يا شيف. تاني مشكله معدل الحرق. تالت مشكله بتواجهني برضو الترهلات. فبالتالي انا بديكي كريم شد للترهلات، ومعاه الفيتامين ده، فيه زنك وفيه حديد. الكورس ده عليه خصم 50%، بينزل من 20 ل 25 كيلو. نيجي لكورس الثلاث شهور. كورس الثلاث شهور ده عليه خصم 75%، بينزل من 30 ل 35 كيلو. دول اصحاب الاوزان العاليه، ومش شرط برضو يا شيف اوزان العاليه. ممكن واحده تقولي انا ممكن اتشارك في الكورس ده انا واختي او انا واخويا او انا وجوزي؟ يقدروا ان هم يتشاركوا في الكورس ده ويدفعوا 25% بس من الكورس. وبالتالي كده انت واخده كورس مصرح من وزاره الصحه المصريه، امن لجميع الاعمار، امن لجميع برضو الاعراض، الناس اللي عندها الضغط والسكر، والناس اللي عندها القلب اللي بتبقى قلقانه، يقدروا يطلبوا الكورس ده من خلال الارقام اللي على الشاشه والبيج وان دايت بالعربي وبالانجلش. ونرجع نقول برضو كورس الثلاث شهور عليه خصم 75% علشان الناس تلحق العرض والشحن والمتابعه مجانا. طب دلوقتي في حاجه مهمه قوي،
معظم الناس لما بتخاف تاخد منتجات التخسيس لكذا سبب. اول حاجه شعرهم بيقع، تاني حاجه بيطلع لهم هالات سودا وشهم بيبقى شاحب، تمام، والتركيز بقى بيبقوا تحس انهم هايبرين ومتعصبين ومش طايقين في ارق وفي خمول. ما هو انا بقول الكورس ده يا شيف بيكمل بعضه، هي دايره بتكمل بعضها، تمام. بديكي فيتامين، الفيتامين ده عشان جسمك بينقص حديد وزنك، فبالتالي الفيتامين ده انا بخس. حتى في الفريق الطبي لما يتابع معاهم هيقول لهم ياخدوا الكورس ازاي مع الفيتامين. الفيتامين بيبقى في الشهر الاول، احنا نص الشعب كله فيتامين د عنده واقع. اما هو الكورس ده بقى مسته ان هو بيجي معاه الفيتامين ده، مش بس فيه فيتامين د، لا ده فيه كالسيوم وفيه مغنيسيوم، فبالتالي كده انا بخس وبنزل وبطريقه ايه صحيه. طيب دلوقتي حاجه ثانيه مهمه قوي، الناس بقى اللي بتخس دي كلها، انا خدت كورس 3 شهور، هل بعد الثلاث شهور لو بطلته هرجع تاني؟ ما هي المفاجاه هنا يا شيف ان كورس الثلاث شهور ثالث منتج فيه، احنا معانا ثلاث منتجات قلنا، الاناسيليوم اكراس الاناسيليوم، ثاني منتج اكراس الماجيك بوكس، ثالث منتج الفينيل. الفينيل ده بينزل الوزن وكمان بيثبت، تمام. بس ففي اي مشكله صحيه ثانيه، في اي مشكله صحيه بتواجهنا سواء من المنتج او في اي مشكله صحيه بتواجهنا سواء من المنتج اللي اساء السمعه، المنتجات اللي اساءت السمعه من خلال الاونلاين، طبعا انت عارفه يا شيف كتير جدا بيبقى في مشاكل الحاجات دي. معظم حتى الستات بعد الحمل بقى والولادة بتلاقي فيه سيلوليت وترهلات، وزنها يبقى بيرفكت وتمام، تيجي بس عند بعد الولاده يحصل زياده وزن وتبقى قلقانه ان هي تاخد اي منتج علشان الرضاعه. انا خايفه على ابني، مش مهم انا، بس المهم ان انا ابني اي حاجه بتنزل في اللبن هتضره وهتاذيه بالظبط كده. لا تقدر تاخد كورس الاناسيليوم امن، انا بديه الاطفال، الكورس ده بياخدوه اطفال 12 سنه، فمستخلص من الياف طبيعيه، تمام، كشور السليم والياف التفاح وانزيم البورمالين بالاناناس، فكل الالياف دي والياف التفاح دي مهمه جدا برضو، والانزيم البورمالين بالاناناس، فكل الالياف دي كويسه ان انا تخليني انزل بشكل صحي وبطريقه صحيه.